لا أقبل بأن أستخدم سببا لأذية لبنان وإخواني اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى. يبدو أن وزير الأعلام اللبناني السابق جورج قرداحي لا يزال مصراً على إبداء مواقفه تجاه الخليج، فبعد التصريحات التي كان قد أدلى بها وتسببت في أزمة دبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية والتي اعتبرت مسيئة لها وتسببت في الكثير من التداعيات، ها هو اليوم عاد ليطلق مجموعة من التصريحات التي أثارت غضب الساحة الخليجية. فما القصة؟ طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم الحوثيين؟ هني عم يعتدوا على حدا؟ وفي التفاصيل، أثار قرداحي غضب بعض المغردين والأعلاميين الخليجيين مجدداً بتصريحات كان قد أطلقها قبل أسبوعين عبر مقابلة مع قناة عراقية حول عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماته، حيث تداول مغردون مقطعاً منها يقول فيه في إطار حديثه عن الأزمة: إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن وذلك بحسب CNN. وأشار قائلا: لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ 10 سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية ولم ينظر إلينا أحد، لافتا إلى أنه لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم. وأضاف في تلك المقابلة أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته. وعلى أثر ذلك انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء الذين عبروا عن غضبهم من هذه التصريحات، ولعل من أبرز هذه التعليقات كانت من قبل الإعلامي السعودي محمد بن هلال الصياط والذي غرد عبر تويتر قائلاً: جورج قرداحي هكذا أنت، سلاح اللئام قبح الكلام، ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب ولا ضمير ولا أحساس، نكران الجميل خيانة للشرف والأمانة وهذه من صفات اللئيم، إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرب وإذا استغنى تجبر وتكبر، يقال الأيام كفيلة فهي تفضح اللئيم وقد فضحتك بالفعل. وبدوره كتب الصحفي محمد الرشيدي على تويتر قائلا: جورج قرداحي كارت وانحرق، أرجوكم طنشوا ولا تعطوا المجال ليتصدر المشهد الإعلامي. وليقول آخر: السؤال المهم، كم جورج قرداحي موجود الآن في الخليج ينعم بخيرات الخليج براتب عالي ومنصب عالي ويتم تفضيله على أبناء الخليج وبعدها ينكر فضل الخليج؟ وفي السياق، كان قرداحي قد أعاد تأكيد موقفه من الأزمة اليمنية منذ أيام عبر سلسلة تغريدات وذلك بوصفها بالعبثية بعد قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية المتنازعة، حيث لفت إلى أنها تبشر بوقف دائم للحرب.